بغيت تسالف ويا سيدي مرحبا بكم يا وجه الخير يا وليك شحال فينا هالواد هالمنظر هالجبال هالحباب كلشي هنا ناس المغرب ناس المغرب ناس اوروبا يا وليكا فرحي فرحي يا سلام يا سلام خوي قلبك عيش حياتك سقي عينيك داوي راسك سير تفجج لا 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 بعض الغنم تعذبت رعيانها حلمها لا 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 من عشت الدهم تسريع السواب تنامى وكان شي موت راني اخي حسن ودنا به اسير في الدار بخايف من الحناشه وهولي واخشى من الحيد يعجي قدمي ودكم به اللبان إبرة الراعي أو جيرانيوم أوراقها تكون هكذا رائحتها عطرية جدا اللبان يشد البشرة جدا إبرة الراعي تنقي البشرة وتفتح البشرة وتوازن الهرمونات في الجسم والبشرة بشكل ممتاز وتعالج مشاكل كثيرة في الجلد لدي مثل هذا الإبريق فيه مصفاة مثقبة احتاج إلى قطعة من الشاش وأضعها هنا وأضع بها قطع اللبان وآخذ
ورق إبرة الراي وأقطعهم وأضعه معه. وأضع المزيد من إبرة الراي أضع الآن الماء على الموقد وأتركه يغلي. ثم نأخذ هذا الماء ونصبه بلطف على المكونات. ثم نغلق الوعاء ونترك المكونات لمدة ساعة، وبعد ساعة نأخذ هذا الماء ونفرك به الوجه، نضعهم في الثلاجة ثم نفرك به الوجه عدة مرات كل يوم، ثم نعيدهم إلى الثلاجة. نستمر على هذا لمدة شهر، وبإمكاننا أن نستخدم هذا السيروم لمدة شهرين، فإنه لا ضرر منه نهائيا، يشد البشرة ويفتح البشرة جدا. اللبان وإبرة الراي. قناة مستشفى العشاب. إذا أعجبكم الفيديو رجاء مشاركة الفيديو وكتابة تعليقات مفيدة وإيجابية، وأيضا وضع إعجاب للفيديو. شكرا لكم ولحضوركم.